في الواقع هذيك الصور اللي وصلتنا من مطار محمد الخامس يعني صور محزنة جدا يعني وتثير مشاعر الناس في الواقع، لأن يعني كيف يعني السلطات يعني المغربية تعامل أفراد الجالية بهذه الطريقة، خصوص أن تشوف يعني الأغلبية ديالهم جايين مع الأسر ديالهم مع الأطفال وكذا. فاحنا في الواقع ما تنطالبوش يعني بخرق القانون، ولكن كان بامكان الناس اللي خداو هذا القرار يفكروا فيه قبل شويه، لان يعني كيف غادي تفرض الحجر الصحي على ناس جايين من دول يعني استفدوا فيها من اللقاح، يعني كلهم هذوك اللي مشاو للمغرب ملقحين وعندهم يعني سميتو الشهاده ديال الاختبار يعني ديال الكورونا قبل ما يركبوا في الطياره، راه دايرينه في المطار. يعني كان بامكانهم يخليهم يعني يلقاو لهم شي حل وسط، في المثال يكون واحد الحجر صحي قصير او يعطيو عناوين ديال البيوت ديالهم، العناوين ديال الاماكن اللي غادي يقطنوا فيها ويراقبوهم من عن بعد. وزيد على هذا الشيء هذا يعني القضيه ما تتطلبش هذا الشيء كله في الواقع، لان كما قلت لك هاد الناس هادو عندهم ديجا عندهم دارين الفاكسان، يعني فلا داعي لهذه المساله هذه اللي تزيد تخلق واحد الشرخ كبير بين السلطات والجاليه. يعني والغريب في الامر هو الصمت الغريب تاع الجهات المسؤوله عن ملف الهجره مثل مجلس الجاليه الوزارة المكلفة بالجالية، ولا يعني الآن أصبحت ملحقة بالخارجية، وكذلك مؤسسة الحسن الثاني، يعني كل شيء صامت على الموضوع، وكذلك الأحزاب السياسية ولا واحد يعني تكلم في الموضوع ولا عبر عن تعاطفه مع أفراد الجالية ولا كذا. كأن هذه الجالية اللي تجي من الخليج يعني كأنها يعني جالية من درجة ثانية، يعني فيعني لا يعقل انهم يتعاملوا بهذه الطريقه هذه. فانا اوجه نداء يعني للمسؤولين في الدوله انهم يلقاو حل وسط، حنا ما تنطلبوش منهم يعني يغيروا القانون ولا يتراجعوا على الموقف ديالهم، ولكن يلقاو واحد الحل وسط وياخذوا بعين الاعتبار ان هذوك الناس اللي جاوا للمغرب راه يعني مغاربه وعندهم عائلات وصار لهم عامين هذه سنتين ما جاوش للمغرب. وزيد على هذا الشيء هذا حتى هما راه تيعانيو من ازمه اقتصاديه هنا في هذه البلاد، كاين اللي تخفض له الراتب ديالو، كاين اللي فقد العمل ديالو، ولكن تيفكر انه يجي للمغرب، وملي تيجيو للمغرب راه كذلك راه ماشي تيجيو شي يجلسوا راه تيديروا كذلك كثير من الاعمال الاجتماعيه والمساعدات للعائلات ديالهم، فيخلها بد هذه المسائل هذه تؤخذ بعين الاعتبار في هذه القضيه. فاتمنى ان يعني يتوصلوا لواحد الحل وسط ويخليوا هذوك الناس على الاقل يعني يلتقوا مع العائلات ديالهم، خصوصا ان العطله ديالهم محدوده، يعني انسان تيجي شهر ولا اقل من شهر وتعرف المسافه يعني السفر طويل، يعني السفر 8 ساعات ونصف ديال الطائره، والانسان يجي وفي الاخير يعني يلقى راسو انه مضطر يمشي يجلس في الاوتيل ويدفع ثمن الاوتيل ومصاريف اخرى بالاضافه الى رعايه الاطفال في هذه الظروف هذه، وهذا الشيء هذا يعني لا بد خصو اعاده النظر.